في يوم السبت 29 أكتوبر عام 2022 تعرض أسطول روسي في البحر الأسود إلى هجوم من قبل 16 طائرة بدون طيار. اتهمت أوكرانيا بأنها أطلقتها. لا أحد يعرف مقدار الضرر الذي حدث، لكن مقطع فيديو أثبت أن السفن لم تكن قادرة على تجنب الضربات. ردت روسيا بعشرات الصواريخ وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تحمل اسم شاهد 136. استهدفت روسيا أنظمة الكهرباء والمياه في جميع أنحاء أوكرانيا. الصراع في أوكرانيا الآن يدور أكثر في الجو. الصراع في الجو يعتمد على صواريخ كروز وعلى الطائرات بدون طيار بشكل متزايد. هنا نسأل، هل تلعب الطائرات بدون طيار دورا حاسما في تحديد نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية؟ لكن قبل أن نجيب على السؤال، علينا أن نعرف تاريخ هذا السلاح الساحر. هذا السلاح الذي يوصف بأنه سلاح المستقبل، هذا السلاح الذي يسير بخطى واسعة نحو تغيير شكل الحروب التي نعرفها.